فرق ما حلف الحظ لحتى توصل معنا باتجاه الفاينل، تركت اسم ونشوف مين رح يترك اسمه بالجولة الأولى. اتمتعوا ومتعونا شباب الهوالي. حياكم الله جميعا، وابتدينا الماتش الأول ما بين فالكنز إيسبورت وذي ألتمت في اليوم الثالث يا نواف، اليوم الحماسي، اليوم المنتظر لكل فريق بأنه يثبت جدارته أنه وصل لهذا المركز، وهل حيستطيع أن يتقدم أو لا. هنا نبتدي الآن المباراة مع فريق فالكنز، حيكون معنا تويز، سمو وعلي. في الجهة المقابلة عندنا ذي ألتمت، محسن، زيزو، نيكس. وأمس شفنا لعب جدا جميل من هذول اللاعبين، شفنا تويز، سمو وعلي يبدعون في مهارات الباسن بلاي، في مهارات جدا كثيرة. سمو اللاعب السريع بالنسبة لفالكنز، تويز زي ما قال أخوي محمد السطر اللي دايما ينقض على على الكورة من المرتفعات، يلعب عالي عالي في السماء يا صقر هذا توز. وبالنسبة عندنا في الفريق الثاني ألتيميت عندك زيزونيكس، أمس، ومحسن. زيزونيكس صاحب الدفاع الأسطوري بالنسبة لفريق ذي ألتيميت، أمس كذلك في الدفاع بشكل جميل وصانع أهداف ومساعد لتوز في الهجوم. في نفس الوقت معانا محسن الجندي يخفي المساعد، لكن هنا فالكون يفتتحون هذه المواجهة بأول هدف. توز فليبري ست، وعلي كان متمركز بالشكل الصحيح. يا ساتر يا ساتر، ايش البدايه هذه يا نواف؟ ايش البدايه بين فريقين جميلين واقوياء زي كذا؟ بدايه قويه جدا للبيست اوف 7 بين فالكونز اولتيميتس، مباراه ابدا ما هي جديده علينا كمشاهدين، مباراه تكررت كثير، لكن ممكن هذه اهم نسخه لها، اهم نسخه من هذه المباراه. تتكلم عن أول تواجد لهم على منصة بهذا الحجم، فكل الفريقين وكل اللاعبين يبغون يقدمون أفضل مستوياتهم وأفضل ما يخبونه. فالآن أمس عنده الكرة يحاول يبني هجمة، لكن علي يوقفها من نصف الملعب تقريبا عند تويز الآن من على الجدار، أسرع في التدخل، هذا ممكن يجيب لمستين، لكن أمس قدر يخلصها بشكل مطلوب. ومحسن الآن يوديها للزاوية عند زيزونيكس، ونلاحظ زيزونيكس الآن يعترض تويز عليه، ما يعطيه فرصة إنه يبني أي هجمة. فالكونز مسكرين تقريبا كل الجهات حاليا من نصف الملعب تقريبا إلين مرمى أولتمس، لكن الآن مرتدة سريعة، زيزونيكس ممكن يقراها، الريد صعب جدا، تويز قدر يخلصها بطريقة ذكية. الهجمة مستمرة الألتمت، حركة جيدة جدا منهم إنه تقدموا مع بعض، لاحظت الهجمة اللي قبل شوي، وحاليا يتراجع أمس ياخذ البوسلي في الزاوية، يترك محسن وزيزنكس مع بعض. أمس الآن تدخل سريع جدا منه ممكن، لكن شوف علي تغطية رائعة جدا من فوق المرمى، الآن خطيرة، وهذه ممكن هدف. يا الله يا سيف، سيف أسطوري من محسن الأسطورة، والله جميلة جدا منه. الآن أمس 50-50 مع سمو نص ملعب تقريبا، محسن أسرع، ما في أحد يعترض على الكورة، أعني الآن يأخذ راحته، باس لسمو، خطيرة ممكن تكون هدف لفالكونز الثاني. تويز شاتها لكن بعيدة عن المرمى، فوق فوق كانت مرة مرتفعة يا تويز. الآن فرصة لسمو يحاول يلاقي الهدف، لكن الدقة مش ولا بد حاليا، لكن الضغط جدا مستمر الآن بشكل مخيف من فالكونز. نص الملعب تقريبا عند زيزونيكس، أسرع بالتدخل منه، لكن أمس الآن شوته سريع على المرمى، علي قدر يلاقي الـ الوقت او لقى موقع المناسب اللي قدر يخلص فيه الكوره. وتمركز الشباب هنا يوم تتكلم عن ألتيميتس وفالكونز، تتكلم عن فريقين يعني عندهم خبرات ما شاء الله جدا كبيره، وعندهم مدربين ايضا. ألتيميتس اعلنوا اليوم عن مدربهم الجديد او المانجر الجديد معاهم اللي حيكون كريسبر، ايضا كاحتياط لاعب احتياط وايضا اداري معاهم يا انس، فهذا الشيء اكيد بيشكل فارق معهم كلاعب محترف. يعني كريسبر مو لاعب عادي، لاعب محترف، فبيكون اداري وبيكون لاعب احتياط، وانا متاكد بيكون برضه يعطي يعني كول اوت، يعطيهم كومز شوي ويحاول يساعدهم ألتيميت. وبالجانب الاخر، الجانب المقابل عندنا فالكونز عندهم مدرب اجنبي، مدرب كندي معاهم، مساند لهم من بداية البطولة، حتى من بطولتين دخل معهم. الآن هدف الأول لألتيميتس من زيزونيكس في آخر دقيقة تقريبا، زيزونيكس قدر يلاقي ثغرة دفاعية بعد تقدم جميع لاعبين فالكونز. الروتيشنز نوعا ما تعبان، ما في أحد متراجع إلا سمو، لكن كان متأخر نوعا ما في تراجعة، وقدر زيزونيكس يستفيد من هذه الفرصة. صحيح صحيح نواف، الآن كانت السيطرة بنسبة 75% تقريبا لصالح فريق فالكونز، خصوصا أن ألتيميت ما كان عندهم ذاك
التقدم الواضح أو محاولة أنهم يرجعون لأجواء المباراة. كان الأداء عندهم شوي بطيء في التسديد، شوي بطيء في القراءات للفريق الثاني. يعني السيف مرة ثانية لكن ما يقدر هذه المرة، محسن يا حبيبي يقدر يجيب الهدف الثاني لفريق ذا التمت. شوف كيف أمسيات الكورة، علي حاول أنه يصدها، محسن اختار زاوية بعيدة عنك يا سمو، سمو تأثر تقريبا في أنه يصدها. يا ساتر 36 ثانية والمباراة الآن ما بين فالكون وذا التمت، الفارق هدف واحد، ممكن يكون في كيك أوف جول. زيزو لك ساكن ما معه بوست، توزي قراها من على الجدار بالشكل الصحيح، ترجع لأمس، يحاول أنه يكمل الهجوم. إيش ممكن يسوي محسن؟ محسن ماخذ البوست مستعد في الزاوية الصحيحة، لكن علي يبلك زيزونكس بسرعة ويحاول أنه يخلق فرصة ثانية للفالكونز عشان يعادلون النتيجة أقل شيء في آخر 15 ثانية. تفجير من علي لأمس، سمو زيرو بوست من على الجدار، يعدل المدافع الأول لكن الثاني موجود يا حبيبي، محسن موجود في المكان الصحيح، محسن يتفجر من علي، محاولة من سمو الآن، 4 ثواني باقية، الكرة ما نزلت على الأرض إلى الآن. زيزونكس يحاول يوخر الكرة من عند المرمى لكن أمس يقراها بالشكل الصحيح وتنزل على الأرض. يا ساتر، هذه هي البداية. احنا شفنا أول شيء تقدم جدا كبير من فالكون، كانت الكفة ترجح لهم بحكم سيطرتهم في أغلب المباراة على جو المباراة. أنت تتكلم أنه عندهم 10 شوتات على المرمى، دي ألتمت في المقابل ألتمت ما عنده إلا 5 وهو النصف من هجمات فالكون، لكن ألتمت قدروا أنهم يحصلون على هدفين من هذه الهجمات، فالكون ما قدروا يحصلون إلا على هدف واحد. تغير كل موازين اللعب في آخر ثانية بسبب الهدف اللي جابه محسن اللي كان صاحب أفضل سيف في هذه اللعبة، سيف 5 أهداف. أنت تتكلم عن من أصل 10 هجمات من فالكون، محسن قدر أنه يحصل على 5 سيف منها. نشوف في الريبلاي الآن كيف كانت المجريات في هذه المباراة والأهداف الجميلة اللي شفناها من شوي. يا ساتر شوف الهدف كيف كان يا نواف، هنا اللعب كان جدا 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 جميل. بالنسبة للجيم أول تقارب نتيجة تقدم ذا التمت، الأغلب كانوا متوقعين في التصويت بالنسبة كبيرة من الفالكون، لكن تونا احنا في الجيم الأول. نرجع نذكركم أن هذه best of 7، بنشوف شيء أفضل إن شاء الله. بالضبط بالضبط، تونا بداية السلسلة أعزائي المشاهدين، والآن الجيم الثاني على وشك أنه يبدأ بعد ثواني معدودة بين فالكونز وذي أولتمتس. صح أنه ذكرت شيء مهم أنت، أنه فالكونز كانوا ضاغطين أغلب المباراة، ومع ذلك خسروا. أولتمتس قدروا يستغلون هجمات أقل بأهداف أكثر، فهنا ممكن الفارق كان في استغلال الفرص في الإنهاء يا أنس. قدروا أولتمس أنهم ينهون بشكل أفضل من فالكونز. فالكونز الإنهاء عندهم يعني ما كان بالشكل المطلوب. حاليا محسن يبغى يبني هجمة، لكن تويز يعترض الكرة تقريبا نص الملعب عند أمس، لكن جلا لاعبين اثنين دخلوا على الكرة، تدخل غير موفق منهم، وعلي الآن يخلصها من الجدار يوديها للجهة الأخرى، أسرع فيها محسن منه. طبعا يمكن تتكلم عن لاعبين، لاعبين لهم ماضي. أوكي هذا الهدف الأول على طول، ما أمدانا بالجيم 30 ثانية تقريبا، وتويز بعد بلوك لاحظ زيزن تسحب إنه يخلصها، لكن تويز بلوك جميل منه، قدر يقرأ التخليصة بالشكل المطلوب ويجيبها هدف في بداية السلسلة يا أنس. واللاعبين اللي معانا هنا يعني تتكلم عن لاعبين خبرتهم كثيرة مع بعض، لعبوا كثير سلاسل مع بعض، وسابقا كانوا معروفين ويعرفون أكثر بفريق فايف هيد اللي هم The Ultimate، بعدها وقعوا مع Ultimate بفترة بعد ما أبدعوا صراحة في مبارياتهم وإنجازاتهم في البداية كفريق فايف هيد. بعدها جو أولتمس وقعوا معاهم، فايف هيد عندهم تاريخ كبير كالفريق الثاني في المنطقة لفترة طويلة جدا. بعد كذا صار في دروب شوي في المستوى، وأعتقد الكثير من المشاهدين يتفقون معي إنه أولتمس زمان أو أولتمس الآن مو مثل أولتمس زمان. أولتمس الآن تحس فيه شوي دروب في المستوى، حتى لدرجة إنه ما عاد إنهم التوب 2 على يا عيني يا علي. وحلو التخليص هذا، كانت كمور جميل يا صفو، عيني هدف التعادل. وش اللي صار؟ وش البلاي السريع مرة؟ كيف التدخل؟ محسن لمسه منه لأمس، وأمس متمركز وقدر. توقعت انه سمو بيقدر يتراجع مره، توقعت انه سمو بيقدر يتراجع في هذا الشيء، ما انتبهت لتواجد أمس نهائيا في الزاويه هذه. هدفين لكل الطرفين الان ما بين فالكون ودي التيميت. كيكو يبدا بتفجير من أمس، زيزونكس ممكن يسوي دبل تاتش. يا عيني يا زيزونكس، الهدف الثاني لفريق دي التيميت.
والله أسطورة. اللاعب هذا دائما الدبل شوتس عنده أسطوري. شوف كيف قدر نعدي المدافع بعد كيك أوف تفجير مساعدة من أمس لأحد مدافعين فالكونز. وزيزو نيكس كالعادة يبدع بالطيران والدبل تاتش. يا عيني عليك يا زيزو. والله يا نواف بداية جدا قوية ما بين هذول الفريقين، لكن تقدم ذي ألتيمت هذا كان شيء بالنسبة لي متوقع، لأني حسيت أنه ذي ألتيمت قاعدين يحاولون أنهم يعدلون الخطأ اللي سووه في سويس قبل كذا، فجايين بحماس جدا عالي. وانتبهنا لهذا الشيء بعد ما شفنا كيف تحركات اللاعبين تغيرت، قراءاتهم للخصم دائما تكون متجددة. زيزو نيكس قاعد يبدع في الدفاع بشكل أسطوري ويستغل هجمات شرسة جدا بإمكانيات جدا عالية. هذا اللاعب عنده ميكانيك جدا أسطوري ويستخدمه في الوقت الصحيح لينقذ فريق The Ultimate. في الجهة المقابلة فالكونز، وما أدراك ما فالكونز يا شباب. فالكونز الفريق اللي يعتبر الفريق الثاني بالنسبة لي في الميدل إيست، أقوى ثاني فريق، لكن إلى الآن ما شفنا منهم الأداء المطلوب. يعني صح أن مواجهاتهم ما بين The Ultimate كثيرة في السنوات اللي فاتت، لكن الآن فالكونز ما هو في أفضل حالاته اللي قاعدين نشوفها. إحنا تونا في الجيم الثاني، بس فالكونز لازم يبقون صحصحين جيم ورا جيم. اليوم هو اليوم المنتظر يا فالكون، لازم تعطون أفضل ما عندكم في هذه الحالات. تفجير الآن من توز لزيزونيكس، الكرة في الزاوية عند علي. إيش ممكن يسوي؟ أمس يحاول يبلك لكن ما قدر، ويعدي المدافع الثاني علي. يا ساتر سمو في الجهة المقابلة، لكن زيزونيكس الجدار القوي لذي ألتيميت كان متواجد بالشكل الصحيح وسيفها بالطريقة الجميلة. أمس مع سمو مرة أخرى، زيزونيكس متأخر كالعادة في الدفاع. يعني عليك يا زيزو، تمركز اللاعب هذا جدا جميل يا نواف، دائما اتكلم عنه دائما يبهرني. الان 1 في 1 امس مع علي، لكن علي بشكل صحيح. زيزونيكس مره ثانيه من يا الله، اير دريبل كان جميل لكن توز قراها بالشكل الصحيح. توز الان ما شفناه يتالق، ما شفنا توز اللي متعودين عليه، كان تجيه هجمات جدا اسطوريه. سمو كذلك، سمو اللاعب اللي ابهرنا بسرعته، ابهرنا بتواجده لكن ماني قاعد اشوف الان لا سمو ولا توز يتقدمون في الاهداف كالعاده. السرعه وين؟ اللعب النظيف من توز وين؟ في تغيرات جدا كثيره. دقيقه و20 ثانيه الان وما زال التقدم عندي ألتيميت. والتيميت صراحه انا مبهريني مره يا انس، خصوصا بالتوقعات والمرشحين في هذه المنافسه كانوا فالكونز بلا شك عند الاغلبيه، لكن ألتيميت صراحه قاعدين يكسرون كل التوقعات. سيف جميل جدا وذكي منه، وبالوقت المناسب قدر يخلص الكره. الى الان متقدمين فارق هدف وحيد، دقيقه بالضبط متبقيه، سمو يخلصها بشكل سريع. محسن الان قدر يقراها وامس بالتخليص اعطاهم الاستحواذ نوعا ما. علي باس في الجهه الاخرى برضه ما في احد اعطاهم الاستحواذ. هذا الجيف اواي اوف بوزيشن اللي قاعد نشوفه من الفريقين اكيد ما راح يرجع لهم بفائده، خصوصا انه الوقت الان على نهايه الجيم الثاني، فلازم يحاولوا يستغلون اي استحواذ للكوره بصالحهم. بس الان نص الملعب تقريبا 50-50 بين اللاعبين. امس اسرع لكن تويز قدر يستحوذ على الكره، زي ما قلت بالضبط اتفق معك انه تويز احس انه مو داخل جو المباراه الى الان، مو داخل جو السلسله. تويز مو ماخذ راحته ابدا ابدا، مو ماخذ راحته. هذا اللي انا اتوقعه. بلوك اسطوري من تويز، انا اتكلم عنه والوحش يرد علي. تويز يقول لا 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 يا ناي، انا موجود يا ناي، لا تخاف علي يا ناي. 12 ثانيه وتويز يجيب هدف التعادل بطريقه جدا رائعه، قدر يبلك فيها لاعب ومدافع ألتيميت. الان 12 ثانيه متبقيه، المباراه نار نار يا حبيبي. محسن 1 في 1 مع سمو، لكن سمو قدر يخلص جدا غريب. امس ممكن دبل لكن تتخلص ثانيه الاخيره. الان الثانيه صفر، هل بنشوف هدف بين الفريقين ولا اوفر تايم؟ امس ما يخلي الكره تلمس الارض. تويز يعترض الكره، خطيره ما زالت، الكره ما زالت حيه يا جماعه الخير، لا تنتزل على الارض. اوفر تايم الان بين الاساطير، اوفر تايم بين ألتيميت وفالكونز، اوفر تايم قوي جدا بالجيم الثاني. جونا في بدايه البيست اوف 7
ونلاحظ بداية قوية جدا بين الفريقين بين الطرفين. علي الآن شوتها قوية على مرمى أولتمتس، لكن تتخلص من أمس، يا عيني عليك يا أمس، يحاول يرجع بشكل مناسب الآن، ممكن دبل لكن محسن قدر يخلصها بالمكان المناسب. توز الآن خطيرة، الضغط مستمر جدا من فالكوز، فالكوز الصقور جدا مخيفين حاليا، الصقور ينقضون على فريستهم، لكن الفريسة ممكن تنقلب الآن على المفترس، ممكن أولتمتس يسوون مرتدة، يسوون حركة يعاقبون فيها الهجوم المستمر اللي قاعد نشوفه من فالكونز، خصوصا ان فالكونز الان دفاعهم تقريبا نص الملعب متراجع، تويز تقريبا الان، لكن اللعبه بدا يبطى تقريبا 50-50 بين تويز وزيزريك، تروح الجهه الاخرى عند امس الان بنش من الوول، وول بنش، لكن علي قدر يعترض الكوره الان، زيزريكس اسرع معاه امس، يا عيني سمو اخر واحد لاست مان، ضغط كبير جدا لكن لا خوف عليك دام معك سمو، زيزريكس لاست مان ضغط كبير، علي ممكن يلاقي الهدف لفالكونز، يجيبون هدف الاوفر تايم بعد مرور دقيقه وثمان ثواني يا انس، هدف اكثر من رائع بعد تيم بلاي جميل جدا من سمو علي وتوز، قدر يلاقون فيها الفوز في الجيم الثاني، وعندنا سلسلة جميلة، عندنا سلسلة حماسية قوية جدا يا أنس. الآن نقطة لكل الفريقين، فالكونز أبدعوا واستحق الفوز، ما قصر أولتمتس، كانت مباراة جميلة من الطرفين. صحيح صحيح، المباراة كانت جدا رائعة ما بين فالكونز لأولتمتس، نقدر نشوف هنا فالكونز كانوا أصحاب 9 هجمات قدروا يحصلوا منها على 3 أهداف تجاه المقابل الذي ألتيميت كانوا حاصلين على 6 هجمات فقط قدروا يحصلون عليها على 2. كانت الكفة متساوية إلى أن استمر فريق فالكون بالضغط على فريق دي ألتيميت. زيزونكس كان في الدفاع زي ما تكلمنا بشكل كبير، لكن هذا الشيء كان في سوء تراجع من أمس ومحسن زي ما شفنا في الهدف الأخير في الأوفر تايم، خلى زيزونكس مكشوف لحاله وضده 3 مهاجمين، هذا الشيء أثر عليهم بأنه خسروا الجيم هذا، يعني أخذوا الجيم الأول، الجيم الثاني حصل عندهم أغلاط والأغلاط هذه عاقبوهم فالكونز عليها بهدف ثالث، فقدروا فالكون أنهم يحصلون على هذا الجيم بأريحية تامة بعد ما شافوا المدافع لحاله موجود في الملعب. أنا أعتقد يا أنس اللي صار هي لعنة أنك تكسر الرول نمبر 1، كان في رول نمبر 1 بين لاعبين ألتيميتس وفالكونز، كانوا مقابلين بعض بالسيارات واقفين مع بعض، المفروض ما يكسرونها أبدا، المفروض هذه خلاص يكملون الجيم في تو يا حبيبي، لكن قرروا أنهم يكسرون الرول نمبر 1 وحلت اللعنة وخسروا ألتيميتس بالطريقة. هذا الشيء غريب، ما قد شفت أحد أنه يكسر الرول زي كذا بالذات في بطولة كبيرة زي هذه. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في الجيم الثالث ما بين فالكون إي سبورت وذي ألتيميت، طبعا شفنا أداء جدا جميل من كل الطرفين، بدأ تويز أنه يرجع لجو المباراة بعد ما تكلمنا عنه، كان جوابه جدا سريع بأنه تواجد بالشكل الصحيح وقدر أنه يجيب هدف. الآن ممكن يكون هذا نداء استيقاظ لك يا تويز بأنك ترجع لجو المباراة، باقي نشوف سمو اللاعب اللي أبهرنا في الآونة الأخيرة في آخر 6 شهور تقريبا، اللاعب هذا ما شاء الله تبارك الله انتقل نقلة نوعية من ناحية الميكانيكس، من ناحية السرعة، من ناحية اللعب، أنا اللاعب هذا أبهرني جدا لما شفته في بطولات قبل كذا يتحكم فيها بشكل صحيح، سمو يا ساتر، يتحكم في اللعب، يتحكم في التمركز، يتحكم في كل شيء، اللاعب هذا بدأ يتطور بشكل ملحوظ، أنا متمني له صراحة أداء جدا جميل. زيزونيكس صاد الكرة من بين المدافعين، شوف كيف محسن حاول انه يسوي بومب لعلي ونجح في البومب، لكن علي ما زال موجود في المنافسة، امس ينزل الكرة زيزو نيكس يصيدها بالشكل الصحيح في شباك مرمى فالكونز، دائما ذي ألتيميت يبتدئون هذه المواجهات بالهدف الاول، ما هو غريب عليهم، شفناها مرتين وهذه المرة الثالثة، ايش اللي قاعدين يخططون عليه فريق ذي ألتيميت؟ هل بيعدلون اخطائهم اللي كانت موجودة؟ يا الله علي عاقبهم بأنه يجير الهدف الأول لفالكون بعد ما كانت القراءة جدا غريبة من المدافع محسن، تقريبا أيوه محسن كان متمركز داخل المرمى وما انتبه لعلي اللي كان جاي بسرعة خارقة يبغى يستغل يجيب الهدف، طبعا هدف لكلا الطرفين، وأنتوا تتكلمون عن أول دقيقة أعزائي المشاهدين، دائما النتيجة بينهم متقاربة، دائما الأداء بينهم عالي، لكن وجود مدافع، إيش اللي صار؟
ايش اللي صار؟ في احد صار له بمب داخل المرمى؟ دفاع يا حبيبي. يا حبيبي شوف كيف امس حاول انه يوزع الكره لمحسن في الجهه الثانيه، لكن محسن شال المدافع معاه ودخل على المرمى. يا حبيبي قال له كلير اوبن جول امس. والله هذا التيم، هذا التيم المتناسق ما بينهم، انك تشيل المدافع من مكانه وتحاول انك تجيب او تخلق الفرصه وسهوله الهدف لامس كان جدا جميله منك يا محسن. فعلا الان هدفين مقابل هدف، توز عند الفرصه اير دريبل ممكن يكملها لكن تتخلص من اولتمتس. لاحظت شيء انس انه هذا الشيء صراحه لاحظته بكل الفرق عندنا بالمدريست، الهجوم ما شاء الله جدا خرافي لكن الدفاع مكشوف، الدفاع مكشوف بشكل يعني غريب، والله غريب الاهداف تدخل زي السلام عليكم. فهذا الشيء انا ماني مستوعب الى الان، لازم 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 يعني خبره اكثر عشان يطورون دفاعهم اكثر الامانه. اغلب الفرق مو كلها طبعا، اغلب الفرق دفاع فالكون انا كنت اشوفه مره ممتاز امس والايام اللي راحت، لكن اليوم في هذه المباراه بالتحديد احس انه لك عليه شوي، مع انه يكون إنه متواجد اثنين يا نواف بالعاده في الملعب في المرمى، لكن ممكن التناسق بينهم هو اللي مختلف. مين اللي حيصد الكوره هذه؟ ممكن باقي ما دخل جو السلسله، ممكن التوتر، ممكن الربكه، ممكن ما ادري ايش اللي حاصل بالضبط. الان ريست من امس لكن سمو تمركز جيد منه، قرايه جيده منه، دبل كوميت نلاحظ هذا شيء ثاني ما كنا نشوفه من فالكون. دبل كوميت يا جماعه الخير، تدخل مزدوج من لاعبين فالكون، من اين حصل هذا؟ من متى حصل هذا يا جماعه الخير؟ ما كان يصير كذا، فالكون كان دائما منظمين ويعرفون متى يدخلون على الكره، كل واحد عارف وضعه وتمركزه وشغله. حاليا في بعض الاخطاء جدا غريبه، ممكن تكون مشكله بالتواصل، ممكن ربكه مع التوتر، لكن ما زلنا في بدايه السلسله اعزائي المشاهدين، ما زلنا في بدايه الحماس، وانا متاكد انهم يخبون لنا مهارات احترافيه ومخبين لنا يعني الحماس للاخير باذن الله. فالان خلينا نشوف عند سمو زيزنكس استراضه منه نص الملعب تقريبا، توز اسرع بالتخليص محسن مع الكوره والاستحواذ، ممكن يسوي اردن البومب، يا سلام فعلا سواها، ذكيه جدا من محسن لكن ما قدر يستغل الفرصه. عند زيزنكس الان عالي اسرع بالتخليص مع سمو، ما في احد متراجع، وهذا المقصود عزيزي المشاهد، هذا المقصود في كلامي واعتقد ما في احد يختلف معي. لاحظ يا انس التراجع، التمركز، ما في احد متراجع، محسن هو المفروض لاسمان لكن في احد سوى له بامب فعثر تراجعه وبكذا صار المرمى مفتوح. الهجوم جدا خرافي لكن الدفاع لك عليه. دقيقه 35 ثانيه متبقيه الان، هدفين لكل الطرفين، وش هذا الشيء ممتع. شوف انا هذا الشيء بالنسبه لي جدا ممتع، لكن للامانه هذا الشيء راح يعانون منه اذا بدوا يواجهون فرق دفاعيه اكثر. الى الان للامانه ما في فرق دفاعيه مره يعني حذرين ولعبهم كيرفول وكذا في الشرق الاوسط، يمكن اكثر شيء ساندروك، ولا حتى ساندروك مره هجوميين، بس اكثر شيء خلينا نقول انه الفرق الاوروبيه لعبهم يكون دفاعي، امريكا الشماليه خصوصا يمكن اكثر من اوروبا بعد، لعبهم يكون دفاعي اكثر وحذرين اكثر. فاعتقد لو واجهوا فريق من امريكا الشماليه ممكن يعانون من اسلوب اللعب يا انس اللي يكون حذر بطبيعته عند امريكا الشماليه، لكن عندنا لعب مره يكون متهور وهو ممتع، ممتع جدا، لكن متهور بهذا الشكل يكون جدا 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 في مخاطره كبيره يا انس. صحيح صحيح يا نواف. الان 40 ثانيه والنتيجه 2-2 ما بين دي التيميت فالكون، مين حيكون صاحب الجيم الثالث؟ كل واحد عنده جيم الحين. دي التيميت فالكونز، الكره مع علي، محاوله الان من فالكونز لكن علي الريدايركت كان شوي غلط، ما هو على المرمى. محاولة الآن أمس 50-50 ما بينه، يحصل عليها أمس بشكل جميل مع أنه ما كان عنده بوس، لكن قدر أنه يحصل على الفيفتي الجميل هذا. الكرة الآن لسمو، إيش ممكن يصير؟ محسن إير دريبل لكن تويز لاست مان موجود، يا ساتر سمو يفجر أمس عشان يكسر الهجوم اللي قاعدين يسوونه فريق دي ألتمت على فالكونز. وهذا الشيء دائما انقاص لاعب في المرمى، تكلمنا أكثر من مرة بأنه بيخلق فرصة جدا كبيرة. أمس من على الجدار الآن إيش ممكن يسوي؟ زيرو بوس، ما حيسوي شيء، لكن ما زالت الكرة في الهواء ما بين علي وسمو، حاولوا انهم ما يخلونا تلمس الارض. اوفر تايم يا نواف، لما تتكلم انه الاقيام صايره تصير اوفر تايم ما بين دي التيميت وفالكونز، هذا الشيء جدا جميل، هذا الشيء اللي احنا نبغاه، نبغى الحماس اليوم، كلنا منتظرين للحماس ما بين الفرق كلها، مو بس فالكونز ودي التيميت، لا انا اتكلم انه الان انا قاعد اشاهد واستمتع
بأوفر تايم للمرة الثانية ما بين دي ألتيميت وفالكونز. الكرة الآن مع زيزونيكس إيش ممكن يسوي؟ قاعد يتراجع بشكل غريب، لكن أمس موجود في الخلف، ما زالت هجمات فالكونز مستمرة. أنا أشوف فالكونز بدأ يستحوذون بشكل كبير على الهجمات، السيطرة التامة حتكون عندهم أنا متأكد، لكن مين حيكون صاحب الهدف الذهبي؟ هل هو فريق دي ألتيميت أم فالكونز؟ تدخل جميل من أمس تويز في حراسة المرمى، زيزونيكس كالعادة يستطيع أن يقرأه وهذا الشيء أمس يستغله ويجيب الهدف الثالث. الهدف الذهبي كان من صالح فريق دي ألتيميت. من أمس زيزونيكس كالعادة يتواجد في المكان الصحيح، يجي بتدخل جدا سريع، شوت تكون بسرعة خيالية على المرمى، لكن هذه المرة قرأوها المدافعين وأمس كان موجود بالشكل الصحيح عشان يكمل هجمة زيزونيكس الأسطورية. يا ساتر يا فريق دي ألتيميت، هم الفائزين معانا في المواجهة الثالثة وبكذا حصلوا على نقطتين، والله إحصائيات جدا قوية. أنت تشوف الهجمات تحسها كثيرة من فالكونز، لكن لما تشوف الإحصائيات تنصدم أنه دي ألتيميت كان عنده صاحب 11 هجمة على مرمى فالكونز، قدروا يحصلوا منها على 3 أهداف، هدفين من أمس وهدف من زيزونيكس. زي ما نشوف الإعادة الآن في الجهة المقابلة كانت الهجمات من فريق فالكونز فقط 5 هجمات قدروا يحصلوا منها على هدفين، والله كانت فيه أهداف جدا جميلة في هذه المواجهة. هدف سمو اللي كان يعاقب فيه فريق دي ألتيميت بسبب سوء التمركز اللي كان بينهم كان هدف جدا جميل، شاف أنه ما في أحد متراجع، جال محسن بومب استغلها بالشكل الصحيح بباور جاب فيه الهدف الثاني، وهذا الشيء كان أسطوري في تمركز سمو. كمان لما تتكلم عن تمركز سمو، تمركز بالشكل الصحيح وقدر أنه يقرأ الملعب كامل، تواصله مع فريقه كان في أعلى مستوياته. بالضبط، أنا أشوف مثل هذه السلاسل يا أنس، نتكلم عن بيست أوف 7 ونصف نهائي وما زال عندهم نهائي إذا فريق منهم فاز. طبعا الآن على وشك نبدأ الجيم الجاي، لكن حاب أتكلم أكثر عن النفس الطويل. لازم اللاعبين يكون عندهم نفس طويل يا أنس، لأنه أنت تتكلم عن سلاسل طويلة، بيست أوف 7 وبعدها بيلعبون بيست أوف 7 بيست أوف 3 بيست أوف 3 بيست أوف 7 عفوا، فبيكون اللاعبين بيكونوا منهكين جدا من المنافسة. والآن إحنا بندخل على الجيم الرابع في البيست أوف 7 بين ألتيميت وفالكونز إي سبورتس، وبداية سريعة الآن في نص الملعب عند تويز. فلاحظت أن اللاعبين أغلبهم يلعبون، أحس أنهم قاعدين يهكون أنفسهم بطاقة عالية كبيرة جدا، وكلهم يهاجمون ومو بحذر. هذا الشيء راح يعانون منه على المدى البعيد يوم تيجي تتكلم عن سلسلة بيست أوف 3 بيست أوف 7 في النهائي الكبير. أحد الفريقين هذول راح نشوفهم كطرف في النهائي الكبير، فلازم يحاولون قدر الإمكان أنهم يحافظون على نفسيتهم يعني، ويحافظون على طاقتهم، لأنه المباريات هذه تحتاج منتاليتي عالي جدا، تحتاج تركيز والفوكس يعني، شيء ممكن التركيز يروح إذا تعبت نفسك في مباراة واحدة حطيت كل تركيزك، فلازم تحاول توزع الشيء ذا بطريقة مناسبة. نلاحظ اللاعبين الآن في الجيم الرابع في بداية قوية من طرف فالكونز، ممكن يلاقون الهدف الأول لهم يفتحوا المباراة، لكن زي ما شفنا خلال السلسلة أنه مهما كانت شوتات فالكونز أكثر، ألتيميت ممكن يكونون أقل منهم شوتات ممكن، وبرضو يفوزون بالمباراة. فخلنا نشوف الآن وش بيصير في الجيم الرابع. هدف أول من محسن وافتتاحية للأهداف بشكل جدا جبار من محسن. لاحظ الباس بعد بينش بين أمس وسمو، محسن كانت مركز بشكل مطلوب وعلي الظاهر ما معه بوست عشان يلحق على الكورة، وكانت سريعة عليه ودخلت المرمى بشكل جميل من محسن. الآن هدف مقابل لا شيء أنس، والمباراة الرابعة في هذه السلسلة. صحيح يا نواف، زي ما تكلمت، يا ساتر أمس هنا يجيب الهدف الثاني لفريق The Ultimate، والله صراحة جدا كانت ما انتبهت لها، كان في تراجع جدا سيء من فريق The Falcons. كنت بتكلم عن الاستمرارية يا نواف، لما انت تكلمت عن الاستمرارية في هذه المواجهة، لأنه قلت ممكن الفريق اللي يعني الفريق اللي حيفوز من هنا حينزل على بس اوف 7 يمكن تكون 3 مرات، هذا الشيء حيحتاج استمرارية في اللعب، حيحتاج إنه كل لاعب يبقى على نفس على نفس الجهد اللي هو قاعد يؤديه، على نفس الأداء الجميل. وهنا فالكونز يبتدئون يجيبون الهدف الأول أخيراً، وهذا كان من صالح علي. الآن بعد ما ألتيميت كانوا مسيطرين على أجواء المباراة بهدفين مقابل لا شيء، علي قدر إنه يحصل الهدف الأول بعد إير دريبل جداً جميل
على شباك مرمى دي ألتيميت. يا نواف، لما نتكلم عن بطولة قوية زي هذه، أداء اللاعبين أنا متوقع أن الكل مستعد اليوم، الكل نايم جاهز متمرن سكريمات متجهز لهذا اليوم، لأنه عارف أنه المشوار أمامه اليوم طويل. زي ما قلت، يا تكون أو لا تكون، الكل حاب أنه يكون صاحب نصيب التأهل الأكبر لهذه الليلة. فأنا أتوقع أنه ما حنشوف أداء ضعيف من طرف، ما حنشوف جيم من طرف واحد، أو حيكون فيها فارق جدا كبير. أنت تتكلم عن مثلا تيم يأخذ سلسلتين وراء بعض بس، أو يأخذ البست في 7 كده بارد مبرد، لا، حيكون في رد من الفريق الثاني، لأن الكل بأتم الاستعداد، الكل وصل لهذه المرحلة وهو مؤدي أفضل ما عنده، سواء حصل له دروب قبل كذا في الأداء، نزول هبوط جامد، لكنه قدر، أنه متأكد أنه اليوم بيقدر يعوض هذا الشيء ويثبت لنا كيف حيكون أداؤه جدا جميل. دقيقتين وعشرين ثانية الآن، ما زال التقدم عندي Ultimate Esport. علي الآن إير دريبل سريع، لكن أمس موجود بالدفاع، أمس هذه المرة قرر أنه يساعد زيزونيكس، لأنه زيزونيكس كل ما تقدم في الهجوم كل ما عوقب فريق لألتيميت بهدف مرتد سريع. محسن من على الجدار، إيش ممكن يسوي؟ يا ساتر، كانت هتكون بنش أسطوري، لكن ما حصلت يا محسن، كانت تغطية من 2 مدافعين من فالكونز، أكيد ما حيسمحون أنه يسوي بنش زي كذا خطير على جهة المرمى. الآن الكرة مع أمس، سمو يحصل على المواجهة هذه ما بينه وبين أمس، توصل لزيزونيكس في الزاوية الأخرى. زيزونيكس الآن صاير يوزع الكورة يا نواف بشكل سريع، ما عاد زي أول يستلم الكورة يطلع فيها إير دريبل ويروح على مرمى الثاني، لا، صاير يدافع، تجيه كورة يرسلها على مرمى فالكونز، لكن إذا ما كان في أحد متقدم سواء من أمس أو محسن، هذا الشيء ممكن يأثر عليه. إيش اللي صار هنا يا أمس؟ أمس غلط فيها لما كان موجود في الدفاع، توقعت أنها تكون سهلة عليه ما بينه وما بين محسن، لكن الارتداد للكورة كانت اللي صالح فريق فالكونز، وكذا توز عقبهم بأنه يجيب الهدف الثاني للفريق. والله ما أدري إيش أقول، أنت تتكلم عن دقيقة وثلاثين ثانية، النتيجة متقربة ما بين هذول الاثنين. الكيك أوف جول عندي ألتيميت في أعلى مستوياته، يا عيني يا عيني، هذا الثالث كيك أوف جول نشوفه من دي ألتيميت، يا يكون بتفجير يا يكون بدون تفجير. ألتيميت هم المسيطرين على الكيك أوف، هم اللي يعرفون كيف يمشون في الكيك أوف بالشكل الصحيح، يا بتفجير يا بهدف يعاقبون فيه الخصم ويتقدمون عليه. والله صراحة في ملاحظات كثيرة جدا، أنا ما شفت الكيك أوف أسطوري قد ما شفت الدفاع فوضوي للأمانة من طرف فالكونز. يعني أهداف كيك أوف بمثل هذا الشكل ببطولة 3v3 أو مباريات 3v3 جدا مستبعدة، تستبعدها وما تتوقع أنها تجي بهذا الشكل. أصلا أهداف الكيك أوف بال 3v3 بشكل عام شبه نادرة، يعني ما تتوقعها أبدا، وما في فريق حتى يتأمل أنه يجيب هدف كيك أوف. بس بهذا الشكل ألتيميتس قاعدين يتفوقون بالكيك أوفز وماخذين راحتهم، أعتقد بسبب مشكلة في التواصل عند فالكونز دفاعيا. في شيء حاصل عند ألتيميتس اليوم، مو ماخذين راحتهم، حتى فالكونز عند فالكونز مو ماخذين راحتهم، لكن ألتيميتس واضح انهم افضل بكثير. بس برضو الفريقين للامانه مو قاعد يقدموا مستوى نطمح انه نشوفه في نصف نهائي للامانه. الى الان المستوى لك عليه دفاعيا وهجوميا، اللعب فوضوي بشكل مخيف للامانه. 22 ثانية الآن متبقية والفارق هدف وحيد. ألتيميتس وفالكونز صراحة أسماء جدا كبيرة وفرق جدا قوية وإنجازات عالمية، لكن اللي قاعد أشوفه الآن مش اللي أنا قاعد أتوقع منهم أو اللي دائما نشوفه منهم للأمانة. في شيء غلط، في شيء متغير علينا، لكن تو احنا ما زلنا بدايه السلسله، اكيد ممكن يتغير هذا الشيء كل ما تقدمنا بالسلسله. حاليا ألتيميتس متفوقين بالسلسله هذه بفارق 3 او جايبين 3 جيم، وفالكونز جايبين جيم واحد فقط. الجيم السابق شفنا ألتيميتس جابوا هدف كيك اوف، كان في هدف جدا حلو من بدايه الجيم من امس، غير متوقع ايضا. كانت المباراه يعني مع انها متساويه فيها تنافس بالأهداف، لكن الأهداف جدا يعني ضعيفة للأمانة، ما إلا هدف اللي كان إير دريبل من توز، هدف توز الحين بنشوفه مع الريبلاي يا جماعة الخير، خلنا نشوفه مع بعض. هذا الهدف أنا للأمانة ودي أرجع أشوفه، هدف كان جدا خطير، لاحظوا معاي معليش مو بتوز علي، لاحظ هدف علي هنا، يا ساتر صد كان خطير جدا، وتوز بعدها جاب الهدف الثاني. فلو اللي صار يا أنس اللي لاحظته أنه صراحة الأهداف من ألتيميتس بسبب أخطاء دفاعية من فالكونز،
الأهداف من فالكونز جدا رهيبة، يعني هجومهم حلو لكن دفاعهم تعبان مرة للأمانة إلى الآن في السلسلة هذه. أكيد راح نشوف شيء أفضل بالبداية السلسلة الجاية. إيش رأيك أنت في اللي قلته؟ إيش رأيك في الإحصائيات بشكل عام؟ هل تتوقع أن أولتمت بيكملوا على النظام هذا؟ والله صراحة دي ألتمت أداؤهم اليوم جدا أسطوري وهذا الشيء ملحوظ لهم، لكن لما جيت تتكلم عن مدافعين فالكونز، مدافعين فالكونز كانوا متواجدين بالشكل الصحيح لكن ممكن القراءة عندهم كانت سيئة، يعني ما تقدر تقول أنه أغلاط فالكونز جدا كبيرة، لا بالعكس في عندهم تمركز صحيح لكن تدخل أو التدخل في الوقت الصحيح هذا اللي يفتقرون له، يعني ما يعرفوا مين اللي حيصد الكرة هذه، مين اللي حيكون في الدفاع بشكل أكبر. التراجع عندهم سريع لكن ما في سرعة تصرف بسبب هذا. أنا أشوف أنه ممكن سرعة زيزونيكس التدخل دائما تكون جدا سريعة، حتى لو ما جاب هدف يضرب ضربة زي ما يقولون الضربة اللي ممكن تدوش الخصم أو تشتت الخصم، يضرب ضربة تكون جدا سريعة، يب جدا سريعة، إذا ما كانت هدف حتكون صناعة هدف للي وراه إذا كانوا متمركزين بالشكل الصحيح. وأمس استغل هذه الفرصة في الهدف اللي شفناه، استغل فرصة تدخل زيزونيكس السريع على مرمى فالكونز، لما ما قدر يجيبها صدوها المدافعين، أمس كان موجود بالشكل الصحيح. لكن ما تقدر تقول أنه فالكونز لازم يشتغلون على دفاعهم، أنا أقول فالكونز لازم ينتبهون للمهاجم زيزونيكس، لازم ينتبهون للمهاجم أمس، أنهم قاعدين يستغلون أصغر فرصة، ما قاعدين يضيعون الفرص. يمكن هذا الأدفانتج الكبير أو زي ما تقول الشيء الأساسي اللي خلاهم يتقدمون في المواجهة ما بينهم وبين فالكونز، قراءاتهم الجميلة، تمركزهم الجميل في الهجوم، السرعة الخارقة اللي قاعدين يستخدمونها تصعب على الخصم بأنه يقراهم بالشكل الصحيح. في نفس الوقت محسن الرجل الخفي زي ما نقول دائما في فريق دي ألتمت، يا ساتر سمو يستفتح هذه المواجهة، هذه المرة فالكونز هم اللي يستفتحون المواجهة ما بينهم وبين دي ألتمت بعد ما سمو تدخل بالتدخل صحيح وقدر أنه يوجه الكرة. في نفس الوقت يعطي بمب لمحسن، في الجهة الثانية عندك علي اللي طلع زيزونيكس اللي أقول لازم ينتبهون منه سواء في هجوم أو في دفاع، زيزونيكس دائما متواجد بالشكل صحيح، علي هذه المرة قدر أنه يعطيه بمب ويقرأ أو يخلي المرمى مفتوح بسهولة اللي سمو بأنه يجيب الهدف الأول. يا نواف أنت لما تتكلم عن استفتاحية من فالكون بأنهم يستفتحون المواجهة أخيرا بهدف أول، أتوقع هذا الشيء حيساعدهم بأنهم يخففون الضغط اللي عليهم، ممكن يسبب توتر لألتمت، وممكن ألتمت ما يفكرون بهذا الشيء زي ما أنا قاعد أشوفه، ممكن عندهم ردهم السريع اللي قاعدين نشوفه في المرات السابقة من سواء هجوم أو من اختيار موفق وصائب لمكان الهجمة، وين حيكون المدافعين حقين فالكونز أثناء هذه الهجمة. قراءات جدا جميلة هذه المباراة، أنا قاعد أشوف أشياء جدا كثيرة رغم سرعة اللعب ما بينهم، رغم سرعة اللعب ما بين فريق دي ألتمت وفالكونز، لكن ما زال ألتمت متفوق في هذه المواجهة بالنسبة لي أنا، وهذا الشيء ملحوظ جدا صح. في أرض الملعب وهذا الشيء مبينينه بشكل سريع. صح شوف صح كيف أتكلم، أنا أتكلم عن تواجد زيزونيكس، اللاعب السريع، اللاعب اللي يستغل أصغر الفرص، اللاعب اللي عارف أنه يلعب هذا الجيم كأنه آخر جيم لفريق دي ألتمت ويفوزون، تحس أنه قدامه رؤية لمركزه في هذه البطولة، تحس أنه عارف أنه دي ألتمت حيكونون ممكن صاحب النصيب الأكبر من هذه البطولة. زيزونيكس رؤيته وقراءته للعبة بشكل جميل تبين لك أنه اللاعب هذا يبغى الفوز لفريق دي ألتمت، يبغى النجاح لفريق دي ألتمت، من أهدافه الجميل اللي تشوفها. فلما تتكلم عن فالكونز الآن بنرجع نعطي فالكونز حقهم شوي، لأنه أنا صراحة جدا متحمس مع أداء دي ألتمت، فممكن غفلت شوي عن اللي قاعدين يقدمونه. تراجع علي في الدفاع كان جدا جميل يا نواف، متواجد بشكل أسطوري وخلق فرصة قبل كذا لتوزي سمو أنهم يأخذوا راحتهم قدام، لكن هذا الشيء ما يتم بأنهم دائما نشوف منه مهاجم واحد فقط هو اللي يتجه لشباك مرمى دي ألتمت، وهذا الشيء ممكن يكون غلط لما يكون في باسن بلاي، لما يكون في محاولة زي ما يسوون دي ألتمت يفجرون اللاعب الأخير، يسوون بومب يساعدون، ما تشوف هذا الشيء عند فالكونز. المهاجم يهاجم لحاله دائما زي سمو لحاله أو توز لحاله، ما في مساعدات المطلوبة اللي دائما نشوفها من فالكونز بينهم، دائما نتكلم انه التناسق بينهم في اعلى مستوياته ونقول انه فالكونز اللعيبة فيهم قديمين وفاهمين للعب بعض والتناسق بينهم في اعلى مستوياته، لكن هذا الشيء ما قاعدين يثبتونه اليوم نهائيا. يا ساتر
يا ساتر ايش اللي صار؟ امس يفجر علي محسن اير دريبل وقعد يستعرض هنا فيك جدا جميل وقدر انه يعدي في المدافعين. الان هنا تقدر تقول سوء روتيشن او تراجع من فريق دي فالكونز وعاقبوهم محسن بالاير دريبل فيك اللي سواه وقدر انه يجيب الهدف الثاني لألتيميت. انا اشوف الى الان الكفه ترجح لفريق دي ألتيميت رغم انه عندهم 3 نقاط في هذه المواجهه مقابل فالكونز، لكن شوف اللي يتكلم عنه الان الهدف الثالث لألتيميت. ظهورهم اليوم بشكل اسطوري، احس انهم قاعدين يعوضون عن كل شيء صار. لعبهم جدا في اعلى مستوياته، امس قدروا انه ياخذها من على الجدار ويوزعها على شباك ذا فالكونز، وكان فالكونز اليوم غير موجودين، اللاعبين فيهم شيء متغير، اللاعبين مو هم نفسهم اللي دائما نشوفهم. فريق ذا ألتيميت قاعد يبدع نواف في اخر الوقت. اتفق معاك صراحه، اليوم ألتيميت وامس برضو ابهرونا بمستواهم اللي كان متغير عن السويس ستيج. الان دقيقه متبقيه، 3 اهداف لألتيميت مقابل هدف لفالكونز اللي صدموني صراحه وصدموا المشاهدين، انا متاكد بادائهم المتغير عن المعتاد. اليوم في شيء تغير عند فالكونز، ما ادري ايش هو، لكن هذا عقاب ألتيميت حاليا بتفوقهم الكبير واجتياحهم لفالكونز بثلاثة الآن أقيام. وهذا الجيم الرابع إذا فازوا فيه تنتهي السلسلة لصالح ألتيميت وبيتأهلون للنهائي الكبير، وبكذا نودع فالكونز إذا خسروا هذه المباراة. خلونا نشوف مع بعض، هل بنشوف كمباك هدفين في آخر 24 ثانية؟ الموضوع جدا صعب، يكاد يكون مستحيل. ألتيميت ما أتوقع راح يستسلمون بهذه الطريقة. يا ساتر، الإير دريبل فيك مرة ثانية من محسن، أمس شوت عظيم على المرمى لكن تصدي رائع من علي. 12 ثانية في نص الملعب تقريبا، أمس ما يعطي فرصة لمدافعين فالكونز، حرفيا فالكونز الان يدخل على كل الكور، ما احد متراجع وما الومهم، لكن هدف امس الان اشبه برصاصه الرحمه اعزائي المشاهدين زي ما نسميها دائما، الهدف الرابع والانهاء من ألتيميت لهذه المباراه، انهاء لمعاناه فالكونز اليوم. والله فالكونز عانوا كثيرا في هذه المباراه، اعتقد ألتيميت يعني فعليا لعبوا بالطريقه اللي ازعجت فالكونز. ألتيميت لعبوا بطريقه جدا مزعجه لفالكونز، لعبوا بتسكير جميع الجهات، هجمات جدا خطيره من زيزنكس مثلا يوم ينفرد الحاله، محسن والانهاء والفيكس اللي عنده، حرفيا ألتيميت يعني لعبوها بطريقه جدا ذكيه اليوم، وابدعوا والله ابدعوا ويستاهلون الفوز، فوز مستحق وغير متوقع. للمعلوميه انا سويت استفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي حقي الخاصه، وايضا شفنا اليوم استفتاء قبل ما نبدا المباراه، يعني لاحظنا انه الاغلبيه مع فالكونز، الاستفتاء دائما يفوزون فيه فالكونز، هم المرشحين في هذه المواجهه، لكن اللي قاعد اشوفه او اللي شفناه في السلسله هي مفاجاه كبرى الامانه، ويعتبر شيء غير متوقع فوز ألتيميت بهذه النتيجه الكبيره 4-1. واو صراحة مبروك لألتيميت، يستاهلون. مع بعض قاعدين نشوف الريبلاي الآن لأجمل الأهداف اللي شفناها مع بعض يا أنس، والسيطرة والهيمنة في هذه السلسلة من طرف ألتيميت صراحة هيمنة مستحقة، سيطرة جميلة منهم يا أنس. صحيح صحيح نواف، فريق لألتيميت زي ما قلت ممكن الكثير ما كانوا متوقعين هذا الشيء، لكن أنا قعدت أشوف المباريات اللي لعبوها، قعدت أراجع هذا الشيء كمحلل، وشفت إنه فريق ذا ألتيميت قاعدين يحاولون إنهم يثبتون نفسهم، عشان كذا صوتي كان معاهم في بداية المباراة. ممكن الكثير استغربوا إنه فالكونز هو الفريق من التوب عندنا في أول رقم 2 من أفضل فريق عندنا في الميدل إيست وشمال أفريقيا، لكن أنا شفت رؤية جدا جميلة في فريق ذا ألتيميت بأنهم جايين بحماس جدا عالي، مستوياتهم بينت في المباريات اللي قبل سواء أنه انعرضت أو ما انعرضت كان في أداء جدا جميل، قدروا بأنهم يحصلون فيه أنه يطلعون فريق فالكونز اللي كان غير متوقع لأغلب المشاهدين. الدراسات أو معليش كل ما حللنا أقيام مو معناه أنه التحليل يكون صحيح، لكن التوقع الآن أثبتوه ألتيميت بهذا الشيء. طبعا حنكون موجودين معاكم إن شاء الله، حناخذ بريك كذا بسيط ونرجع لكم، خلوكم معانا لسه الليلة في بدايتها. صح انه فريق ذا ألتيميت كان مسيطر، لكن لسه الان احنا في البداية فقط. بريك وراجعين لكم ان شاء الله.